الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. احبائي مشاهدي قناه كوبتكسات، اهلا بيكم في برنامجكم الاسبوعي كلمه الحياه. هنكمل الحلقه دي، الحلقه اللي قبل كده اللي فاتت اللي كانت عن جسد المسيح ودمه. وعرفنا من كلام الرب يسوع نفسه التاكيد بما لا دع مجال لاي شك اللي بيديه لنا ده بجد هو جسده اللي اتصلب بيه على العذاب الصليبي ودمه اللي سال على الصليب من اجل خطايانا فتطهرنا. وعرفنا من معلمنا بولس الرسول في كورنثوس الاولى اصحاح 11 عن انه تسلم من الرب يسوع هذا اللي احنا بنعمله اللي سلمه لنا. فموضوع تسليم وتسلم، هو السلام من الرب يسوع وسلمه، لا تسلمت من الرب ما سلمتكم ايضا. ان الرب في الليله اسلم فيها اخذ خبزا وقال خذوا هذا هو جسدي. فاذا احنا اللي احنا بنعمله ده استلمناه من معلمنا بولس الرسول، بولس الرسول استلم من الرب يسوع نفسه. فعمليه تسليم وتسلم ده التقليد الكنسي. هنا قلت لكم مرة فاتت اختبار عن حقيقة جسد المسيح ودمه كمان من خلال ملاك الذبيحة. هحكي لكم النهارده برضو عن ملاك الذبيحة احبائي. ازاي الذبيحة دي لو لقيناها جسد المسيح ودمه بجد ما يبقاش لها ملاك، يبقى حاضر للقداس. وما تصرفش لما ابونا يصرفه في نهاية القداس. حكيت لكم اختبار المرة اللي فاتت، والنهارده هحكي لكم اختبار آخر رائع جدا. مرة كنت عندي نهضة في الإسماعيلية. 3 ايام. ففي اول يوم انا وعظت عن سر التناول زي ما بكلمكم كده، وكلمت عن ملاك الذبيحه وقلت لهم يا جماعه اختبروا ملاك الذبيحه في حياتكم وشوفوا هيعمل معاكم ايه. تاني يوم مباشره في النهضه بالليل دقيت اسره بالكامل، منهم رب الاسره ده عضو في مجلس الكنيسه، اسره بالكامل واقفه لي في الحوش منتظراني وانا داخل. قال لي بص احنا واقفين منتظرينك من بدري عشان نقول لك هذا الاختبار الرائع. احنا ليه ما حدش عرفنا بملاك الذبيحه ده من زمان؟ احنا ما كناش نعرف هذا الكنز العظيم ملاك الذبيحه ده انه فعال بهذا الشكل. قلت له حصل ايه؟ قال لما قلت كلمتنا امبارح عن ملاك الذبيحه وقلت ليه طلب مستعجل او مشكله مستعصيه يطلبه هيحلها له. قال لي بنتي دي مش هقول لي عليها كانت طالعه بثلاث مواد في الكليه ساقطه يعني هتعيد السنه. فطلبت ملاك الذبيحه تاني يوم في القداس اللي هو النهارده الصبح يا ابونا، قلت له يا ملاك الذبيحه بنتي ساقطه وطلعت 3 مواد، لكن انت تقدر ما اعرفش ازاي تقدر تشفع فيها وتشيلوا لها ماده وتخليها تطلع بمادتين. ازاي انا ما اعرفش بس تقدر تنجحها وتطلعها لي. انا بطلب منك المستحيل بس انا واثق انك انت قدام عرش النعمه ما فيش مستحيل عند ربنا. قلت له بعدين، انا حتى ضحكت واستغربت على الطلب يعني. قلت له بعدين، قال لي الظهريه النهارده الظهريه لقيت معيد في الكليه يعرفني اتصل بيا قال لي مبروك يا عمو بنتك نجحت. قلت له نجحت ازاي؟ انا رحت بنفسي شفت النتيجه لما بنتي قالت لي لقيت فعلا سقطت في 3 مواد وعارفهم هم ايه. قال له ايوه كلامك صح. قال له امال نجحت ازاي فجاه كده؟ قال له لا مش فجاه ولا حاجه، هو اللي حصل ان كان عبيد الكليه مسافر بره جمهوريه مصر. كان في واحد استاذ في الجامعه عنده مضاض من العميد، فبنت اخت العميد موجوده في الكليه مع بنتك في نفس السكشن في نفس الصف. قال له ايوه. قال له فسقطها وسقط معاها عدد يعني عشان تبقى الحكايه ايه مش باينه. فعميد لما جه عشان خاطر يسال عن النتيجه طبعا بنت اخته اتصل بيه قالت له الحق بنت اختك الدكتور سقطها. فنزل جاري متغاظ جدا محروق دمه زي عميد الكليه وبنت اخته تسقط هو موجود. فراح جمع كل الورق بتاع الناس اللي هم هيعيدوا السنه معاهم 3 مواد. فطبعا رجع الحق لاصحابه ونجح بنت اخته ونجح معاها مجموعه بنات من ضمنهم بنتك شالوا لها ماده وطلع بمادتين. والف مبروك يا عمو نجحت. شفت؟ قال لي شفت ملاك الذبيحه عمل ايه؟ نجح بنتي بعد ما شفت بنفسي عينيا النتيجه وكان هوبليس كيس وخلص الموضوع انتهى على كده وسلمنا. اختبار تاني، لولا ملاك الذبيحه لولا ذبيحه حقيقيه جسد المسيح دمه يبقى لها ملاك وليه شفاعته مقبوله بهذا الشكل. انا في مره كنيسه من الكنائس كانت عن ملاك الذبيحه برضو كده عن سر التناول، واختبروا ناس كتير من الكنيسه ديت شفاعه ملاك الذبيحه الى درجه انهم عملوا فريق الكورال بتاع الكنيسه سموه فريق كورال ملاك الذبيحه من كتر حبهم في ملاك الذبيحه والاختبارات اللي عاشوها معايا احبائي. مفيش وقت طبعا في البرنامج عشان احكي كل الاختبارات، لكن شوف قد ايه ملاك الذبيحه بيشتغل بجد وقوي جدا في شفاعته لانه بيطلع صلوات اتوانس الرب المجد. اختبارات حيه لكم اختبار وهكتبه كده واقول لكم بقى ازاي نتناول باستحقاق عشان ما ناخدش دينونه ونكون مجرمين في جسد الرب ودمه. دي مهمه جدا، لكن هقول لكم اختبار يعني
اخر وكفايه كده اختبارات. ده يعني اختبارات كتير اجي بقول لكم كنيسه من كتر الاختبارات اللي فيها الملاك الذبيحه، عملوا كورال باسم ملاك كورال ملاك الذبيحه من كتر حبهم فيه والعمل اللي عملوا معاه. واحد زميلي كنا في كل الكريكيه مع بعض، فواحد زميلي في الاجازه احنا بنروح بيوتنا بلد يعني كل واحد بيروح بيته بلده يعني، فكان في الصعيد بابا كان كاهن، فبابا كان عنده شك في ان ده مش جسد المسيح ودمه، طول عمره بياكلوا قربانه قدامه هباركه في بقه، فعنده شك في هذا الموضوع ان ده مش جسد المسيح ودمه، لغايه ما الشك اتحول عنده الى يقين وقال ده رزق كذا على كذا وخلاص قربانه بقسمها وباكلها وباكلها الناس وخلاص. وصلت به هذه الدرجه سنين طويله بيتناول، وبعد يشك لدرجه ان هو اقتنع في الاخر ده مش جسد المسيح ولا دمه وهي وظيفه باكل منها عيش. اليوم ده اللي حصل فيه اللي حكيت لكم ده كان ابنه في اجازه، كنا احنا في اجازه وكان ابنه ما بيصلي مع ابوه القداس ده وكان مع شمسه تانية طبعا. بص لقى ابوه عند التحول الصينيه جسد المسيح انفجرت منه دم، نزل منه دم في الصينيه كتير. الاب طبعا في شماس صرخ وفي شماس كانوا مرعوبين جدا من المنظر وقعدوا يعيطوا، لان ابونا في نفس اللحظه اللي حصل فيها التحول ده ونزل دم من الجسم من القربانه اللي هي في الصينيه عند التحول، فابونا اترمى على الارض قدام المذبح واتخرس وضربت اللثه بتاعته كلها بالعفن. هذا الفم اللي اتناول سنين طويله جسد المسيح دمه وفي الاخر يشك فيه ويتيقن ده مش جسد المسيح دمه يبقى لازم يعاقب. ربنا طول باله عليه كتير، فانضرب بالعفن لسه كلها لفه انضربت بالعفن، وابونا اتخرس ما بقاش يتكلم. طبعا جمعوا مش مهم القصه بالتفصيل يعني، لكن هقول لكم المهم ان هو جابوا له ورقه وكتب فيها اعترافه. يعني اذا ربنا كان سايبه لغايه ما يكتب بخط ايده عشان ما يتنكرش، ان انا حصل كذا كذا كنت بشك والشك تحول الى يقين النهارده وقلت كذا كذا كذا، ده كل ده بالورقه والقلم وهو عمال يعيط. اول ما خلص الاعتراف ومضى عليه انا فلان وبشهد بهذا وصلوا من اجلي عشان ربنا يرحمني وفي كل لساني وكده، لانه جابوا دكاتره بقى عشان يشوفوه بتاعه لو لسه ضرب بالعفن. اول ما خلص كده فك لسانه ونطق على طول وقعد يضرب من سنه، سامحني انا غلطت انا امنت وببصم بالعشره بالعشرين ببصم، هقول لو الناس كلها شكت انا مستحيل هشك، انا شفت بعينيا التحول قدام عينيا بس انت عاقبتني وانا استاهل العقاب يا رب. واعترف قدام الناس كلها في الكنيسه اللي كانوا حاضرين باللي حصل يا احبائي. اللي قال لي هذا الكلام ابنه مش حد غريب حكاها لي، ابنه اللي حكى لي هذا الكلام لانه كان زميلي في الكليه حكاها لي بنفسه. انا مش هذكر اسماء طبعا عشان الحفاظ على الناس، لكن حكاها لنا بنفسه ولما رجع لنا الكليه لينا بعد الاجازه. هذا الامر احبائي يعني بطريقه قاطعه لا تقبل الجدل او الشك ولا واحد في المليون ان فعلا هذا الخبز تحول الى جسد المسيح له المجد، وهذه الأبركة اللي في الكاس بتتحول إلى دم المسيح بجد اللي سال على عود الصليب من أجل تطهيرنا. لكن يبقى إزاي أتناول وما أكونش زي ما معلم البص الرسول قال ما أكونش مجرم في جسد الرب ودمه، وإزاي أتناول وأكل من جسد المسيح ودمه من غير ما أكل وأشرب لنفسي دينونة غير مميز جسد الرب. ده احنا مميزين دلوقتي جدا 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 ان اللي بنتناوله ده جسد الرب يسوع بنفسه اللي اتصلب بيه عذاب الرسول، والدم اللي بنشربه من الكاس ده هو دم المسيح اللي سال على الصليب دمه شخصيا. عشان كده قال من ياكلني يحيا بي، من ياكلني فاحنا بناكله كده فبنحيا بيه، نثبت فيه وهو يثبت فينا. ازاي بقى اتناول عشان ما اكونش مجرم ولا اكل ولا اشرب دينونه؟ اول حاجه اكون تائب، اول حاجه واهم خطوه عشان تؤهلني للاستحقاق للتناول اكون تائب. عارفين تائب يعني ايه؟ يعني تائب عن خطاياي. يعني ايه تائب؟ ابانا القديسين قالوا التوبه هي ترك الخطيه والتوبه الكامله هي كراهيه الخطيه، بالبلدي كده. فاذا اكون سايب الخطايا وكرهتها كمان عشان خاطر اقدر اتقدم لجسد المسيح دمه، مش اروح اتناول وفي جيبي علبه السجاير، مصيبه جريمه في حق نفسي، باخد دينونه يا احبائي كده. ما كنتش متخاصم، تكوني متخاصمه مع جوزك او متخاصم مع مراتك ومقاطعها ودخل تتناول، ما ينفعش، هتاخد دينونه. ده مش كلامي، ده كلام من الرب يسوع، كلام الكتاب المقدس بولس الرسول في كورنثوس الاولى صح 11، ارجعوا لها يوحنا 6 من اول ايه 48، كورنثوس الاولى صح 11 اهي من اول ايه 23
من اول ايه 23، كورنثوس الاولى صح 11 من اول ايه 23. ارجعوا افتحوا الكتاب المقدس دلوقتي يا احبائي، افتحوه دلوقتي واسمعوا، افتحوا الكتاب المقدس دلوقتي وانتوا قاعدين بعد ما تخلص الحلقه دي، وافتحوا واقروا اللي انا بقوله لكم ده وتاملوا فيه كويس قوي. يبقى اول حاجه ما اكونش واقع في الخطيه ومصمم عليها، ما اديلش عنها توبه واخش اتناول، هاخد دينونه وابقى مجرم في كذا رب ودم، كل واحد حر بقى، انا انظرت وخلاص كل واحد حر، انا ريحت ضميري. عشان كده بولس الرسول طب ايه العلاج؟ يقول لي امتحن الانسان نفسه اولا، يقعد مع نفسه امتحنها، شوف هو غلط في ايه، يقدم توبه عنها، يعترف بيها، ياخد الحل، خش اتناول، غير كده هبقى اصير مجرم في كذا رب ودم. خد اديني اول سبب لازم توبه. تاني حاجه عشان اكون اتناول باستحقاق ما كنتش متخاصم. اشمعنى ديت يعني؟ عشان ما اكونش متخاصم، ما كنتش متخاصم من حد مع حد، واخش اتناول. يعني يكون قلب نظيف، ما يكونش قلب شايل من حد. طب لو حد كان اذيني، او حد كان متكلم في حقي، او حد كان عامل فيها مقلب، او حد كان مضايقني، طب اعمل فيه ايه ده؟ هقول ان لم تغفروا لي، اتذكر ان لم تغفروا للناس التي لا يغفر لكم. هبقى متضايق شويه، هبقى متضايق، انا انسان. المسيح لو المجد نفسه اتضايق من اللي جرحوه، قال جرحت في بيت احبائي بنفسه، هو عارف انه جاي يتجرح، قال نفسي حزينه جدا حتى الموت، قبل ما يتصلب على الصليب على طول قال لها، دليل انه فعلا كانت نفسه حزينه حتى. هل حزن نفسه ده من جحود الناس ونكرانهم لجميله ده معناه ان هو خطيه عليه ولا مش؟ لا طبعا، المشاعر الانسانيه دي لا تعني الخصام ولا الحقد ولا ان انا ازعل من الناس وادعي عليها او اتمنى لها الشر، لكن انا من حقي كانسان يبقى ليا مشاعري واتاثر بيها، لكن ما تحولش الخطيه. المسيح ما لغاش مشاعر، قال على قدر طاقتكم سلموا جميع الناس، على قد طاقتكم، ما قالش سلموا جميع الناس وستوب كده يبقى كلام قاطع، لا على قد طاقتنا سلموا جميع الناس. انا طاقتي مش مستحمله اسلم كل اللي حواليا، اسلم جزء منها مثلا، لكن طالما انا مش بعمل الغلط في حد او مش باذي حد او مش بتعب حد، خلاص انا كده بريء قدام ربنا، يبقى ما اكونش متخاصم. طب اشمعنى ما جبتش اكون مش متخاصم؟ جبتها لا اساس من الكتاب. ايوه المسيح لما مجد بنفسه اللي قال، قال ايه؟ قال اذا قدمت، اسمعوا كويس قوي يا احبائي، قال اذا قدمت قربانك على المذبح وهناك تذكرت، يعني كنت ناسي، وهناك تذكرت وانت بتقدم القربان على المذبح ان لاخيك شيء عليك، ايه اعمل ايه؟ قال لي اترك القربان واذهب اولا اصطلح مع اخيك، يعني اترك المذبح، اترك القربان بقدمه على المذبح، اترك القداس واذهب اولا اصطلح مع اخيك. ده مش كلامي يا احبائي، مش كلامي، ده كلام الرب يسوع. بكل اسف ناس كتير على اختلاف اشكالهم ودرجاتهم حتى في الخدمه خش يتناول وهو قلبه شايل وقلبه مش نظيف من جهه اخوه الانسان. هنروح فين من ربنا؟ هنروح فين من ربنا؟ قال لو قدرت اغش الناس وبيلوم ان انا انسان كويس، لكن انا بالشكل ده دخلت اتناول وانا متخاصم وانا قلبي مش مصالح وانا بكن للعداء او المؤامرات او المقالب او الحقد لاخويا الانسان في الوقت اللي انا بحضنه وابوسه، انا باخد اتناول كده باخد بركه، انا باخد دينونه. تاني دينونه ليه؟ يقول لك غير مميز جسد الرب، اللي بتاكل ده جسد الرب نفسه، مش اي حاجه، حاجه ما تسويهاش جميع كنوز العالم مجتمعه ما تسويش الجوهره الصغيره اللي انا بتناولها من جسد المسيح ولا نقطه الدم اللي باخدها من المستير من ابونا. كل كنوز الدنيا ما تسويهاش دي يا احبائي، لازم يكون قلب نظيف ما يكونش متخاصم. اذا قدمت قربانك على المذبح وهناك تذكرت ان لاخيك شيء عليك، اترك القربان واذهب اولا اصطلح مع اخيك. اللي بيخش يتناول ومتخاصم يبقى يا ويله بياخد دينونه. يبقى نمره واحد، في اكون تائب، نمره اتنين يعني سالب الخطيه وتائب عن ندمان عليها بجد، حتى لو وحت تاني، بس وحت غصب عني، وحت تحت ضعف تحت اغراء تحت اي حاجه، بتوب تاني لا تشمتي في عدوتي ان سقطت اقوم، لكن يكفي ان انا ساعه ما كنت بتناول انا تائب فعلا وندمان على الخطيه ونفسي ابطلها ومش عايز اسيبها، مش عايز ارجع لها تاني، ابقى من قلبي تائب لغايه ما ربنا يديني نعمه ان انا اتحرر كليا منها واكرهها كمان، تبقى توبه كامله. النقطه الثانيه ان انا ما اكونش متخاصم. النقطه الثالثه ان انا ما اكونش واخد حق ظالم، حق انسان، ما اكونش واخد اجره اجير، ما اكونش واخد بسلب اجره اجير. ربنا بيقول لنا ما تبيتش اجره الاجير لتاني يوم في نفس اليوم اديها له الكتاب المقدس. ما اكونش سبب في ظلم انسان، ما بقاش ظالم
واخش اتناول دينونة. لو معاك كنوز الدنيا، لو كل الناس بتشكر فيك، لكن انت ظالم انسان ومتعمد ظلمه، ها، وهتخش تناول، هتاخد دينونة وتصير مجرم في جسد الرب ودمه. احبائي، كل واحد فينا يراجع نفسه ما بينه من نفسه بأمانة، عشان ما نفاجئش في الاخر ان احنا مرفوضين من الله، واللي ذهبوا عني بعد الملاعين الى النار الابديه المعده لابليس وجنوده. اوعى تظلم حد في حياتك، اوعى تنام او اوعى تنامي وانتوا ظالمين انسان، او مسببين له جرح، او كسرين قلبه او كسرين قلبها. اوعى تبات وانت كسر قلب مراتك، او عامل لها احباط من غير ما تحاول تراضيها. اوعى تنامي وانت معكنينة على جوزك ومضايقاه. اوعي، هتروحوا فين من ربنا؟ افرض نمنا ما قمناش، افرض واحد نام ما قامش، هيقول ربنا ايه؟ انا انت ربنا هيقول له لا لا لا، انت بلا عذر ايها الانسان، مالكش اي عذر. كان قدامك تصلح غلطك، مش مهم ان انا اغلط، لكن مهم ان اصلح غلطي، لكن ما استمرش في الغلط بتاعي وكمان اخش اتناول بتجاسر. تجاسر غير مقبول من الله يا احبائي، وبالذات اللي بيظلم انسان، او اللي بيطلب حق انسان، او اللي بيكون سبب في اهانه انسان، او في نكد انسان، او غم انسان. خلي بالك من طريقة معاملتك مع مراتك، خلي بالك من طريقة معاملتك مع جوزك، مع نسايبكو. ما تضايقوش حد، احنا ربنا ما خلقناش عشان نضايق حد او عشان نقرف في الناس، الله خلقنا عشان نبقى صانعي سلام. عشان كده بيقول طوبى لصانع السلام، لانهم ابناء الله. صانع السلام لا يصنع انقسام، ولا يصنع ظلم، ولا يصنع شر في احد اطلاقا اطلاقا. حتى لو قابلني بشر، انا لا يمكن افكر له في شر زيه، لا يمكن اسمح لنفسي ولا اسمح لفكري ان يفكر ان انا ارد الاساءه بالاساءه. بل من رتب على خدك الايمن فحول له الاخر ايضا. احبائي، احنا محتاجين جدا نفكر واحنا داخلين نتناول. كمان نكون صايمين. لو في ايام الصوم ما بقاش فاطر واخش اتناول وانا فاطر، تقول انا واخد حل من ابونا، يديني حل افطر اصوم من النص، ابونا يديك حل، خدعتي ابونا، ضحكت عليه او ضحكت عليه. لكن لو انت تقدر تصوم، لو انت تقدر تصوم الصوم كله من اوله لاخره، وتلككت اتخدت حل من ابونا، ده تحايل. وانت تقدر تصوم وما صمتيش وتخش تناولي على الحل ده، هتاخد دينونة، هتاخدي دينونة، هتاخد دينونة. انك تقدر تصوم وما صمتش، يا ولادي انا 70 سنة اهو بصوم السنوات كلها من اولها لاخرها، ولا تعبت ولا حاجة، ولما بتعب ابو تفين وبابا خلص بيكو، خلص الموضوع. ما تتلككش، ما تتلككش. الكسلان يقول الاسد في الطريق، يا عم هو مشتغل اصل الاسد في الشارع، بتلكك عشان ما يشتغلش. لكن اللي عايز يعبد ربنا يقول لم تقوموا بعد حتى الدم، مش حتى التعب من الصوم، حتى الدم، مجاهدين ضد الخطيه. اوعى حد فينا يفطر في الصيامات، نصوم وربنا بيدي نعمه ومعونه، وبيدي بيعوض في الصحه وفي الفلوس وفي كل حاجه يا احبائي. يبقى ما اكونش صايم، ما اكونش فاطر في الصوم واخش اتناول، هتبقى دينونه برضه، ابقى مجرم في جسد الرب ودمه. كمان اللسان ممكن يضيع ويخليك تقع في الدينونة والخطية وتبقى مجرم. لو خرجت من التناول سبت لسانك على اديته العنان يقول اللي عايزه، يعني ممكن جدا الشيطان يزق لك حد، يخبطك كتف كده، او يكسر عليك بالعربية، او يضايقك. يعني لو انت مش ناسي انك واخد جسد المسيح ودمه، ممكن تشتم، ممكن تتعصب عليه، ممكن تنزل تتخانق، ممكن تشكي. يعني لا، لسانك حصانك، ان صنت صانك ونينت هانك. قديس الانبر ويست لما كان بيتناول، بيعجبني جدا جدا، كان يقول ايه بعد ما يتناول؟ يقول يا لويس، هذا الفم بعدما دخله جسد الرب ودمه، ها، لقمه زائده لا تدخل فيه، وكلمه رب بطاله لا تخرج منه. الله، هقول لكم تاني. قديس الامبر ويس، الراجل كان على الجمل بتاعه بيبيع ملح، مش راجل مثقف ولا متعلم زي معظمنا، يقول يا رويس، هذا الفم بعدما دخل فيه جسد الرب ودمه، لقمه زائده لا تدخل فيه، وكلمه بطاله لا تخرج منه. ولما كان يخش يتناول، يجي يتناول، يتقدم على ابونا يتناول، يقول راجع لورا تاني، يجي يتقدم يروح راجع لورا تاني. ابونا يشخط يقول فيه يا ابني ما تقدم، يقول له اصلي يا ابي، يقول له خايف من ايه؟ يقول شو، خلي بالكم قبل جدي، اصل ابي لمن يجب لمن يتقدم للتناول من جسد الرب ودمه ان تكون احشائه نقيه كنقاوه احشاء العذراء التي حملته فيها. الله على العظمه، الله على عظمه الناس اللي بتدرك قيمه التناول اللي بتتناوله.
كان بيخاف يتناول، هو انسان قديس، يقول له اصل انا بخايف اتناول، لان ينبغي لمن يتقدم للتناول ان تكون احشاء نقيه كنقاوه احشاء العذراء التي حملته فيها. ايه المفاهيم العاليه دي؟ هي دي الحقيقه، هي دي المفاهيم الحقيقيه. احنا لازم لما نتناول نتناول بهذا النقاء، نتناول بهذه الطريقه الروحيه العاليه اللي تاهلنا للثبات بجد في القدوس البار الرب يسوع، ونبقى بالحقيقه قديسين. خلي بالكو وانتوا بتتناولين، اخر حاجه اقولها لكم، وانتوا بتتناولوا اللي بتناوله كل اللي بيتناول هو قديس، كل اللي بتتناولها قديسه. الكلام ده مش من عندي على فكره، مش بشجعكم كمان، لا دي حقيقه، كل اللي بيتناولوا قديسين وقديسات. جبتها منين؟ ابونا في نهايه القداس بياخد الاسبادكون اللي هو الصليب اللي في وسط الاوربانه اللي يخص السيد المسيح، يعني اسبادكون، ويحطه في الكاس بعد التحول طبعا. كل ده ياخد كاس المسيح اللي هو الصليب اللي في النص ويحطه في الكاس، ويقول القدسات للقديسين. اسمعوها، اسمعوا، ما تاخدوش بالكم، سامحوني، ما تاخدوش بالكم. القدسات للقديسين، ده بيعلنها صراحة بصوت العالي، القدسات للقديسين مبارك الرب يسوع. قال له القدسات للقديسين، يعني القدسات دي كل اللي هيتناول منها هم ايه؟ القديسين، القديسين والقديسات. فانت كل ما بتتناول تذكر انك اصبحت قديس، كل ما بتتناول تذكري انك اصبحت خرجت من الكنيسة وانت قديسة فعلا، فعلا مش كلام. أذكرنا بالإيمان بس قد تقدسنا، يقول بل قد تبررتم بالإيمان، بل قد تقدستم، قد تبررتم بالإيمان بيسوع المسيح. الإيمان لوحده كان في كم وكان بقى القدسات للقديسين. لما نتناول جسد الرب ودمه بنبقى قديسين وقديسات. حافظوا على هذه القداسة. البسوا القداسة كالثوب. أقولها تاني. البسوا القداسة كالثوب حتى يحتحميكم وتغطيكم من مكايد إبليس الشرير، وتعطينا أن نعيش في جو روحاني عالي جدا، نختبر إيد الله في حياتنا ونتمتع بحلاوة العشرة معاه. لو كل مجد وكرامة للأبد، أمين.